السلام عليكم. السلام. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ اخوكم بس جار جنبكم في العماره اللي جنبكم دول. عايزك بس اقعد جنبي 5 دقايق بس على طول. ربنا يخليك. يا ابني اعمل لي انسول لو سمحت. واستاذنكم بس انا بحب كده اقوم من النوم ادون اللي بيحصل في اليوم معايا، بحب اكتب مذكراتي اليوميه. عارفين الجبرتي والشعراء؟ انا احب انزلهم كده بكتب يومياتي. بالليل لما بنام بشغل الكاسيت، اول ما اتفزع اكتب الحلم اللي اتكتب على الكاسيت على طول. بعد انزلهم هقعد اكتب هذا الكلام انا. ماشي؟ ماشي اتفضل. شكرا. اول ما دخلت الكافي لقيت كافي مستواه يعني مش ولا بد بس يمشي، وحيطانه برضو معموله برضو بالطوب الفرعوني جميله، وجنبي شابين، واحد شكله شيك والتاني كده شكله على الله، وفي بعض الزباين شكله تعبان كده على الله، والاخين اللي جنبي ربنا يحفظهم طبعا، واحد بيشرب شاي والتاني برضو بيشرب شاي، ومخلصين السكر خالص. شكله سكر بنجر ده، صح؟ بنجر ولا سكر قصب ده؟ بنجر يا عم، ما تسيبه يا عم. اللي ينسوني يا ابني عشان ما تنساش. الله يسامحكم، الله يسامحكم. جبرتي والاحمد شوقي والناس الشعراء دول كانوا زيي في الاول كده. الاخ اللي جنبي لابس طقم اسود ولابس جينز مقطع زي الشباب التيت وكوتشي ابيض. انا بوصف بس، انا مش قصدي، مش دي الحقيقه، انا بوصف مش اكتر من كده. ماشي يا عم، ما الكافيه يروح يقعد في حته، في حته اوصف. والاخ اللي جنبه برضه لابس تيشيرت ابيض في اسود وكوتشي اسود وانسيال زي العيال برضه اللي هم اللي التيت والسيس والكلام ده. وللاسف قال لي انت عبيط، الاخ لابس شيرت ابيض والتاني لابس وعمال يبص لي بصه كده مش تمام. وانا لسه فطران فول وطعميه، ثواني بكتب فول وطعميه من محل امام الكافي، وجايب معايا فول حراتي وجايب معايا برتقال. انا بكتب ده كله في المذكرات يا استاذ، ده كله في المذكرات. اتفضلوا معانا، اتفضلوا معانا. برتقال جميل طبعا، لسه شاريه بفلوسي ولازم ادوره في المذكرات بتاعتي. و تعبت ولا ايه؟ انت ما تعرفش حاجه، اصبر. مش كنت مش واكل. خد كل دي، خد كل دي، خد كل دي، خد دي، خد خد نص دي. طب كل دي، طب سيبوني بكتب بقى مذكرات براحتي. قوم انت يا عم، قوم انت يا باشا. قوم، انا مش هقوم، انت اللي تقوم. مش هقوم ازاي؟ قوم انت، خد حاسب يا عم. انا قلت دماغك يا عم في ايه؟ خد كله فول، كله فول. لا يا باشا، كله فول، كله فول. انت راح مكانك، انت هتضربني، ما تاكله معانا. لا يا باشا، انت قوم، قوم من هنا. تعال يا باشا شوف لعبه اللي بنعمل ده. شوف فين يا باشا، فين يا عم؟ انت ضربك ايه؟ انت ضربك مذكرات. قوم يا باشا بعد اذنك. في مذكرات يا استاذ، اسمعني، اسمعني مذكرات يا جدعان، مذكرات يا جدعان، مذكرات بعد اذنك يا باشا. مش عايز بس كده، خد حاجتك كده. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. ايه يا عم القرف ده؟ مجنون ابن المجنونه ده. في يا عم، انت حيوان، انت حيوان. معايا الاستفندي، معايا الاستفندي. هات غير. تمام، بارك الله فيك. هاجي لك ان شاء الله باذن الله. قول كده يوم او اثنين ان شاء الله. يوم واثنين ان شاء الله. تمام. زي ما قلت لك انا امبارح ان شاء الله باذن الله تعالى. زي ما قلت لك امبارح ان شاء الله وباذن الله تعالى. استنى يا ابراهيم اشوف ايه. استنى يا ابراهيم وان شاء الله اشوف ايه. انا بكتب معاك وبردد لك. ليه انت تعرفني؟ لا ما اعرفش سيادتك، بس انا بكتب مذكراتي. مذكراتك عن ايه؟ اليوميه يعني. لحظه يا ابراهيم، لحظه خليك معايا كده. ايه شوف ايه حكايته؟ لا لحظة يا ابراهيم، لحظة يا ابراهيم، لحظة. دقيقة واحدة يا ابراهيم، دقيقة واحدة يا ابراهيم. النهاردة يوم كويس ان شاء الله، يوم كويس باذن الله، ان شاء الله يوم كويس باذن الله. اتفضل. حضرتك انا بحب اجي القهوة دي كل يوم واكتب يعني مذكراتي. زي مذكراتك انت ولا مذكرات انا؟ مذكرات انا. تمام.
زي الشعراء كده احمد شوقي الجبرتي، وبحب اعرف كل التفاصيل حتى وانا نايم بالليل برضو بشغل برضو الكاسيت. لو بشخر بكتب برضو بشخر، لو مش عارف الحلم بكتب الحلم. انت طبيعي؟ اه طبيعي من المجنون. طبيعي ايه؟ ايه اللي اتشخر وايه اللي بكتب مذكرات وايه الكلام ده؟ ما هو ده اللي بيحصل يعني. بيحصل ازاي؟ معلش انا اسف وبعتذر لك معلش. تمام. المهم قعدت دلوقتي لقيت راجل محترم لابس جاكيت بني. تمام. وتيشيرت اسود. ايوه. وبنطلون اسود. ايوه. وبنص اسود. ما شاء الله. اي نعم اتخانق معايا وكان عاوز يمسك فيا. لكن انا يا ما تيجي تشوف الراجل ده ايه يا جماعه، بتعاطفي واحساني ما رضيتش ارد عليه. ده ايه نظامه ده؟ وبيشرب شاي. ايه بيشرب شاي وسكر بنجر تقريبا او لا سكر قصب. والله والله مزروع فين بقى القصب ده؟ نعم زرعه فين انت؟ ما يعني ما اعرفش ده انا اجيبه. لا كمل كمل كمل. آه بقى معاه موبايل ما اعرفش نوعيته ايه. وشكله متنرفز. وسيادتك زعلان ليه؟ وانا قاعد بص بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت هتقعد كده معايا؟ انت والبنكر بتاعك ده مش هينفع، في ايه؟ مساء الخير، معلش الكافيه زحمه النهارده، ممكن اقعد هنا؟ الله يخليك. وبعد ما قمت من النوم مراتي قالت لي اغسل الغسيل، غسلت الغسيل ونشرته، وبعد كده قالت لي هات الفلوس، اتخانقت معاها وسبت لها البيت ونزلت. دخلت الكافيه وانا مش هتشوف الساعة كانت دلوقتي، الساعة كام معاك حضرتك دلوقتي؟ الساعة كام معاك دلوقتي؟ الساعة 3. دخلت الكافيه قعدت على الترابيزة لأن الكافيه كان زحمة. لا معلش يا أستاذ، بحب أكتب المذكرات بتاعتي يعني الأحداث اللي أنت عارف الجبرتي تاريخ مصر. أنا زي الجبرتي، أنا بكتب التاريخ المعاصر بتاعي عشان إن شاء الله لما أموت أولادي يفتخروا باللي أنا كنت بكتبه. واحد الكوتش بتاعه قالب المكان والريحة. أنا بوصف الحالة إن في كوتشي بتاع واحد فيكم أمين عندك. المفروض تتكلم على مذكراتك أنت مش على مذكراتك. ما أنا بوصف الحالة يا فندم، أنا بوصف الحالة، بوصف كل حاجة أنا شايفها حواليا. واحد فيهم لابس ترنج أزرق قال لي خلص الحالة بتاعتك، وبعد كده حط قدامه كوباية شاي. طب هو الشاي ده بتاعنا على فكرة. معلش انت انا بتكلم مع مراتك، بس انت مالنا بمراتك ومالنا ببيتك. اشرب الشاي يعني تكتب مذكرة يا اخي؟ احنا واحد يا اخي. عم واحد قول لي ما تشربش كده على طول. طب ما انا بقول لك اهو ادوق بس كوباية الشاي ديت عشان انا مصدع. وجيت اشرب كوباية الشاي منعوني. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه المفروض؟ عايز ايه؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ يا فندم قال لي وانت عايز ايه دلوقتي؟ واحد فيهم اللي هو اللي شكله غلط. مين شكله غلط؟ مش زحمه خالص، المكان زحمه خالص، مفيش مكان. انت يا عم حد يحوش الراجل ده من هنا يا عم؟ وقال له يا عم حد يحوش المكان ده. حد يقوم اقعد في الترابيزه الثانيه واكتب اللي انت عايزه يا عم. هدي اعضائك شويتين. اعضائي هاديه والله، بس اقعد في اي حته فين. وقال لي اعضائي هاديه، وده ينم على ان هو متوتر. تاني قال لي قوم اقعد على ترابيزه ثانيه وانت. وبعدين طيب وبعدين ايه؟ سيبني بس كمل الله يرضى عليك. سيبني بس كمل الله يرضى عليك. مش شايف اي حاجه تمسك منها غير بيها عشان خاطر. انا بقول لك عشان خاطر. بعد اذنك في مكان تاني. طب اشرب كوبايه ميه. بقول لك بعد اذنك في مكان. طب اهو السلام عليكم. معلش الكافيه زحمه، هقعد هنا. الله يخليك. ماشي حاج اتفضل. الله يخليك. عامل ايه؟ وبعد ما غسلت الغسيل النهارده. انا بتكلم في التليفون حاجه لو سمحت، لما اخلص ابقى اتكلم براحتك. طيب ما انا هوطي بعد اذنك بس لو سمحت. حاضر. وبعد ما غسلت الغسيل. ما توطيش كده يا حاج. ايه؟ توطيش كده بكده. طيب حاضر. وبعد ما غسلت الغسيل. طب خليك معايا حاجه سواء. غسلت الغسيل ودخلت قعدت في الكافيه، لقيت واحد قاعد بيتكلم مع واحد الحاج. الحاج ده يبقى لك ايه؟ ابويا يا حاج. ابوه كان قاعد بيتكلم مع ابوه وشكله منفعل جامد جدا. انت دخلت كده وقعدت وكتبت وظبطت دنيتك؟ اصل انا بكتب المذكرات بتاعتي. يعني انت ما انتش عارف. الله يخليك يا رب. انا قمت النهارده عندي برد. يا حاج مالك في ايه؟ عندي برد. فمراتي قالت لي انزل اقعد بعيد في اي حته ثانيه، فنزلت اقعد في قلب الكافيه علشان عشي. لبست بعضها برضه ولابس كوتشي ابيض. كوتشي ابيض ريحته مش مظبوطه خالص، حتى لدرجه وانا عندي زكاه عاشي عندي زكاه.
سلبت لك. يا اخي يبقى هات كوتش جديد. طب ما اجيب لك معاك وانت قاعد. عليا اتبرج جايب اسم واحد. ايوه انا بكلم مع الحاج عشان خاطر في موضوع كده وبعد كده نخلص مذكرتنا مع بعض. ممكن احكي لي الموضوع جايز اقدر احله لك الموضوع للحاج الاول بعد كده احكوا له. احكوا له ما انا ممكن اقدر اساعدك. طب عشان خاطر بس العمليه سخنه فهخلص الموضوع تاني اكلمك انت. وقال لي العمليه سخنه خالص. سخنه ايام الجو. وسخنه جامد قوي. ما هو المكان مكان زحفة مش لاقي حتة تقعد فيها. المكان واسع مفيش اوسع من المكان يا سيدي. خلي إيه؟ ربنا واسع على قد ما اتكل على الله من هنا يا اخي. استحبيك دي يا اخي شوية. خلي ضاقي لحد دلوقتي. انا لحد دلوقتي قاعد ما اتكلمتش معاه. وقال لي خلي من ظروفك وما تفلت كده عشان ما تحبش القراية الكتاب. ما تحبش القراية الكتاب؟ اه وسيبني. طب بس اكتب يا اخي. انت بتكتب مذكرتك اكتبها بعيد عني يا اخي. خليك معايا يا جدع. ما بخليها خليها مع ربنا. أحسن أحسن يا اخي. خليك معايا بس الله يرضى عليك. اكتب بس المذكرات بتاعتك. ما انتش كاتب حتى كده على من هنا. عمر راح فين؟ هو موجود في حته ثانيه. ده انا حسيت انت راجل طيب. الله يكرمك الله يسترك وانت احسن من الكل. روح يا حاج. ايه عمل ايه جايب اخبار عنده ولا ايه؟ يا عم انا معاك. يا عم معانا ربنا اتكل على الله. يا عم انت بتنرفز تضرب عليك. هتنرفز يا سيدي براحتك. طب ما تمدش ايدك عليا. يا جدع حته الله يسترك. ايه ده انت عمالك في ايه؟ انت بتضرب ايه؟ ايه ده يا جدع؟ ايوه بتضرب ايه؟ ايه ده يا جدع؟ انا بقول لك اهو. بتكلم مين يا حاج؟ مشكلتك. وقال لي مش مشكلتك وده سؤال جرح نفسي واثر عليا وهقول له انت ما تشربش حاجه ليه حد يظهر ما معهوش فلوس يشرب وحالته مقشفره والا جاز على اي حاجه. اعرفك بقى اللي انا حاجتي مقشفره. ما انت لو كنت معاك فلوس كنت طلبت حاجه وقعدت حطيتها. انت اول ما دخلت سيادتك قعدت جنب مين؟ صح. قلت لي ممكن المكان قلت لك اتفضل. صح. دخلت في شيء ما نفسي فيه. انت عايز بالظبط؟ لا اصل انا بكتب المذكرة. انت خنقتني. لا يا حاج. انت خنقتني. انا بكتب المذكرة. انت خنقتني. معلش انت خنقتني. انا بكتب المذكرة. اصل انت بتسال اسئله غريبه. شعر اسود شنب ابيض فلوس. انت مالك انت ومال المشاوير دي؟ مش ملاحظ ان الشعر اسود والشنب ابيض ودي حاجه باين عليه نهار ما. يا حاج طب انت عايز دلوقتي؟ بص انا انت عايز ايه؟ خلص. انا بكتب المذكرة. انت عايز ايه؟ ساعدني ان انا بكتب المذكرات بتاعتي. اتفضل اندب. اندب. وقال لي اندب. يعني ايه اندب؟ معرفش بقى. وقال لي معرفش اندب يعني ايه. ومسك الطرطوقه مسك الترابيز مسك ايه دي دي حاجه ده رقم ده رقم ومسك الرقم اللي كان قاعد عليه وكان رقم 11. عارف ان انا ما بتفائلش برقم 11 ده. لا انك اتفائلت يا اخي. قال لي انت خنقتني وده اسلوب ينم على انه عنده مشاكل في البيت. وكانت المشاكل انا عندي مشاكل في البيت. طالما التوتر اللي انت فيه والحاله العصبيه اللي انت فيها والنظرات ديت النظرات ديت صغيره. انا كنت كويس مفيش عندي مشاكل لما جيت قعدت جنب الليل. وقال لي ما عنديش اي مشاكل يعني حالته مرتاحه. يا عم ده من عندي. ابعد عنك ليه؟ يا عم شوف لنا حد يشيل التلقيحه ده من هنا. انا مش تلقيحه. امال هو بقى اهو. انا مش تلقيحه. امال انت عايز ايه؟ انا بس عايز اساعدك يا دنيله. انا مش عايزك تساعدني. الله يخرب بيت امي اليوم اللي انا شفتك فيه يا عم. والبرنامج بتاعنا دمه خفيف اسمه اضحك كركر. والكاميرا بتاعتنا بص ورا الباب هناك مستخبيه اهي. اضحك ايه؟ كركر. على فكره يا جماعه دي كاميرا خفيه ومستخبيه هناك اهي. وده برنامج ان شاء الله ينزل قريب اسمه اضحك كركر. وكل سنه وانتم طيبين. واضحك كركر. احنا كنا بنضحك معاك ودي كاميرا خفيه اسمها اضحك كركر. وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا شكرا. كل سنه وانتم طيبين. بص بقى انا كنت بهزر معاكم والكاميرا مش مخبيه ورا الباب اللي هناك ده. واحنا برنامج اضحك كركر. سامحوني اضحك ايه؟ كركر. بص يا محمد احنا بنعمل برنامج اسمه الكاميرا ايه الخفيه. شايفه هناك اهي مخبيه ورا الباب. والبرنامج بتاعنا اسمه ايه؟ اضحك كركر. اسمه ايه؟ اضحك كركر. اضحك